نرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرتنا السابقة اللي انتهينا بها إلى هذا السؤال. فالآن نبتدئ محاضرتنا الثانية لمادة الرياضيات، قلنا السادس الأدبي، ونبتدئ في سؤالنا اللي بدينا به، هو كان عندنا بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكون من 4 مراتب يمكن تكوينه باستخدام الأرقام 1 2 4 6 7 8 9. اولا اذا كان عندي مسموح الرقم، اي مسموح التكرار به، انا راح يكون عندي هنا اخواني الطلبه اعزائي المشاهدين، راح تكون طريقه الحل اذا كان التكرار مسموح، وطريقه اختيار هنا نبتدئ الحل. طريقه اختيار رقم الآحاد راح يكون عندي هو عبارة عن مجموع الأرقام كلهن، أي بمعنى عدد الأرقام كلها 2 4 6 7. وطريقة اختيار رقم هنا راح يكون عندي قلنا مكون من 4 مراتب يعني آحاد، عشرات، هنا طريق هنا راح يكون عندي العشرات. أيضا العدد أو المرتبة اللي أخذناها تعاد ثانية، فراح تكون بنفس الأرقام أيضا 7. هنا راح يكون عندي أخذنا الآحاد، العشرات، المئات، طريقة اختيار المئات راح تكون أيضا 7. ليش 7؟ لازم الطالب يستفسر ليش تكون أيضا نفس الأرقام، لأنه قلنا التكرار هنا مسموح به، فإذا كان مسموح أي بمعنى المراتب تعاد ثانية. وراح نجي إلى أخذنا الآحاد، أخذنا العشرات، أخذنا المئات، لأنه من 4 مراتب فراح تكون عندي مرتبة الألوف، فهنا طريقة اختيار الألوف راح تكون عندي أيضا 7. إذن طريقة أو النتيجة اللي توصلنا إليها وهو الحل راح يكون عندي عبارة عن ضرب الاختيارات اللي أخذناها، حاصل ضرب الاختيارات اللي أخذناها وهو 7 × 7 × 7 × 7 4 مرات. هنا راح يكون عندي هنا حاصل الضرب بالنسبة إلهن هو عبارة عن يكون 2 4 0 1، فراح يكون 2 4 0 1 حاصل الضرب بالنسبة للأعداد. هو إذا أقول 49 × 49 راح يطلع عندي 2401، هذا حاصل الضرب بالنسبة للاختيار الأول إذا كان التكرار مسموح. ومن الممكن أن يكون في الأسئلة الوزارية أن يكون الاختيارين موجودين، يعني إذا كان مسموح وإذا كان غير مسموح، ومن الممكن أيضا يجيبون اختيار واحد إما أن يكون مسموح وإما أن يكون غير مسموح. فنجي إلى الاختيار الثاني وهو طريقة الاختيار إذا كان غير مسموح. هنا طريقة اختيار الآحاد، طريقة اختيار رقم الآحاد أخوان الأعزاء الطلبة راح يكون عندي نفس الأرقام، أي نفس الحالة اللي تكررت بالمسموع راح تكون نفسها 7. وبما أنه غير مسموح فراح نكون الرقم اللي ناخذه أو الحالة اللي ناخذها ما تعاد ثانية، وإنما يقل من مجموع يقل من عدد الأرقام الموجودة في السؤال. فطريقة اختيار شوف رقم العشرات هنا أنا راح يختلف، طريقة اختيار العشرات راح يكون عندي تقل مرتبة واحدة فراح يكون عندي العدد 6. وطريقة اختيار أيضا رقم هنا راح يكون عندي المئات، لأنه قلنا من 4 مراتب باستخدام هاي الأرقام فراح يكون عندي 5. وكذلك اختيار مرتبة الألوف أخواني الأعزاء راح يكون عندي 4 مراتب. فهنا راح يكون عندي هالسهنة حاصل الضرب الحل راح يكون عندي 7 × 6 × 5 × 4. هو طريقة هنا طريقة الاختيارات اللي أخذتهن حاصل الضرب مالتهن في كل مرحلة من المراحل راح يكون عندي حاصل الضرب 840. شوف هنا 840 هنا عددا، نقدر نقول 840 عددا، لأنه يقول لي بكم طريقة يمكن
عدد رمزة تكوين، عدد رمزة مكون من 4 مراتب. إذن هنا طلع عندي بالحالة الأولى 2401 عددا، والحالة الثانية أخواني أعزائي الطلبة راح يكون عندي 840 عددا أيضا. هنا أنا طريقة السؤال أو المثال هذا قلنا عليه انتهت، فنبتدئ بمثال ثاني إن شاء الله على نفس الطريقة من الحل. أخواني أنتوا بنفس الحالة أعزائي الطلبة اللي عنده سؤال أو استفسار من خلال المحاضرات اللي بدينا بيها، أي سؤال يخص المادة ممكن الاستفسار عن طريقة الهواتف الموجودة في قنوات أبجد. هنا أنا راح نبتدئ بأيضا مثال آخر جديد، وهو يختلف نوعا ما عن هاي الأمثلة اللي وردت، ولكن هاي الأسئلة قلنا أو الأمثلة ممكن أن تتكرر في الأسئلة الوزارية، فالطالب خلي يكون على بينة من الأمر. بالنسبة للأسئلة الوزارية راح نأخذ سؤال أيضا آخر، وهو مثال بكم طريقة يمكن تكوين عددا، بكم طريقة يمكن تكوين عددا رمزه مكون، رمزه مكون من 3 مراتب. هنا راح يصير تحديد اخواني اعزائي الطلبة، راح يكون هنا تحديد بكم او كم بكم طريقة يمكن تكوين عددا رمزه مكون من 3 مراتب واقل من 500 اعزائي الطلبة كنا قد نوهنا الى انه هذا المثال بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكون من 3 مراتب واقل من 500 باستخدام الارقام. هنا أنا راح نقول باستخدام يمكن تكوينه باستخدام الارقام، يمكن تكوينه باستخدام الارقام. هنا ينطيني مجموعة ارقام، مجموعة الارقام راح تكون عندي مثلا 1 2 3، كافتراض انه هاي الاعداد اللي تتكرر دائما هي في الاسئلة، 4 5 6 7، 4 5 6 7، هذه المجاميع من الارقام قد يكون دائما تتكرر هي، فيريد بكم طريقة يمكن تكوين عدد رمزه مكون من 3 مراتب اي احاد عشرات مئات. هنا أنا راح يكون عندي التركيز على ذول، لكن اقل هنا التنويه راح اقول عليه احنا ايضا نعيده ثانية، اقل من 500 هاي يفترض على الطالب ان يركز على هاي النقطة. من يقول اقل من 500 اخواني في حالة الاقل الخمسة لا تعد ولا تدخل ضمن الاختيارات. هنا الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات اذا كانت الاقل، الاقل هنا اي الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات، فهنا دا يقول اقل من 500، اي بمعنى راح ناخذ شوف الحل. هنا راح نبتدئ بالاربعة 3 2 1، نجي نحسب هنا نلاحظ هنا 4 ارقام. هنا اذا كان الرقم او يتكرر، اذا كان التكرار مسموح، اولا هنا اذا كان التكرار اخواني مسموح به، وهنا اذا كان التكرار غير مسموح به، هنا ثانيا اذا كان التكرار غير مسموح به. فإذا كان هنا التكرار مسموح به أي بمعنى المرتبة اللي ناخذها أخواني أعزاء الطلبة، أي بمعنى أنه المرتبة اللي ناخذها تعاد ثانية إلى سلسلة الأرقام الموجودة عندي بالسؤال. هنا إذا كان الرقم في العدد نفسه مسموح، نبتدئ بالمئات لأنه قلنا أحد عشرات مئات، فراح نقول رقم اختيار المئات هنا عدد اختيار، عدد اختيار رقم المئات راح يكون عندي هنا قلنا اقل من 500. من نقول اقل من 500 اي بمعنى الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات او لا تدخل ضمن العد، فراح يكون عندي ذولا 4 ارقام. اذا ناخذ 4 هنا مسموح به اي بمعنى راح يكون عدد اختيار رقم قلنا احد عشرات مئات، إذن هنا راح تكون عندي العشرات. فأخواني هاي السلسلة من المراتب يفترض على الطالب
في مرحلة السادس الأدبي أن يعرفها من يقول له ثلاث مراتب، أي بمعنى أحد عشرات مئات. وإذا كانت ألوف قلنا بالسؤال السابق أو المحاضرة السابقة راح يكون عندي أحد عشرات مئات ألوف، فهنا أنا عندي ثلاثة مراتب، أي بمعنى راح نأخذ المئات العشرات الأحاد. هنا راح تكون عندي تعاد الأعداد نفسها، فراح يكون العدد مالهم سبعة لأنه مسموح به، أي تعاد المرتبة ثانية. عدد اختيار رقم الآحاد إخواني أيضا هنا نفس العملية، راح يكون عندي سبعة، فراح تكون عندي نتيجة الاختيارات أو الاختبارات، فراح يكون عندي أربعة حاصل الضرب لي سبعة في سبعة، أربعة في سبعة في سبعة، ثلاثة مراتب. هنا راح يكون عندنا حاصل الضرب بالنسبة لذول هو لو نجي نضربهم 4 في 49 راح يطلع عندي 196. هنا راح يكون عندي 196 عددا لأنه دا يريد عدد الأرقام. نرجع أخواني هنا إذا كان التكرار غير مسموح، التكرار غير مسموح به، أيضا هنا راح يكون الاختيار بالنسبة للمئات عدد اختيار رقم المئات. شوف هذه أغلب ما تكون متكررة في كل الحالات، هنا رقم المئات راح يكون هو نفس الرقم قلنا ما دام أقل من 500، أي بمعنى الخمسة لا تدخل أخواني، أأكد عليها وأعيدها بالوزاري، فراح تكون عندي أقل من 500، أي الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات، فراح تكون عدد الاختيارات بالنسبة للمئات أربعة. هنا الرقم قلنا مسموح به، إذا عدد اختيارات رقم أو غير مسموح به، العفو هنا غير مسموح به، فراح يكون أقل من العدد مالهن هن سبعة، راح تروح مرتبة يبقى ستة عندي. هنا العشرات راح يكون ستة، أما عدد اختيار رقم الآحاد إخواني فراح يكون هنا أيضا أقل، فراح يكون عندي هنا أنا خمسة. إذا حاصل الضرب بالنسبة للاختيارات، إذا حاصل الضرب بالنسبة للاختيارات راح يكون عندي الحل 4 في 6 في 5، فراح يكون حاصل الضرب بالنسبة لهن هو 120 عددا، لأنه تضرب أنت 5 في 6 30 في 4 راح يطلع عندي 120 عددا. هذه هو الاختيار إذا كان التكرار غير مسموح به. فهنا عندنا المثال هذا قلنا يتكرر في الأسئلة الوزارية إخواني، فيرجى التركيز عليها من خلال الحلقات التسلسلية بالنسبة لمادة الرياضيات السادس الأدبي. ومثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا أنه اللي عنده استفسار واللي عنده سؤال من خلال الأسئلة وعنده طرح ممكن عن طريق قنوات الأبجد يتصل بينا، وممكن أن نجاوبه على كل استفسار وعن كل سؤال. فهنا أخواني هنا عندنا المثال قلنا هذا ممكن أن نوضحه ثانية للطلبة، بكم طريقة يمكن أو تكوين عدد الرمزة مكون من ثلاثة مراتب ذكرناها أحد عشرات مئات. بنقول أقل من 500 أو أكثر من 500، هنا بالسؤال ممكن الطالب أن ينوه لهاي الحالة، ممكن أن ينوه أو يركز على هاي الحالة. بنقول بالسؤال يذكر أقل من 500، أي بمعنى الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات أو لا تدخل ضمن حالة العد. فراح يكون هنا عندنا إذا كان يمكن تكوينه باستخدام هذه الأرقام، قلنا 1 2 3 4 5 6 7 أرقام صارت عندي إذا كان التكرار مسموح به، وإذا كان التكرار غير مسموح به. فأخواني هنا إذا كان التكرار قلنا مسموح به، فراح نبتدأ برقم المئات لأنه قلنا ثلاثة مراتب أحد عشرات مئات، فراح يكون عندي رقم المئات هو أربعة لأنه قلنا الخمسة لا تدخل ضمن الاختيارات، فراح تكون عندي هذا عدد عددين ثلاثة أربعة أعداد. أما رقم العشرات لأنه مسموح به فراح تعاد ثانية، فراح يكون عندي مجموع الأرقام أو حالة الأرقام الموجودة هن سبع أرقام، فراح نخلي الرقم سبعة. وكذلك في اختيار رقم الآحاد أيضا راح يكون عندي سبعة لأنه قلنا الرقم أو المرتبة مسموح بها. إذا حاصل الضرب بالنسبة لذول الأرقام هو راح يكون عندي إخواني الطلبة 4 في 7 في 7 لأنه ثلاثة مراتب، فراح يكون حاصل الضرب 196 عددا. هذا في حالة إخواني، هذا أعزائي الطلبة إخواني المشاهدين، هذا في حالة إذا كان التكرار مسموح به. أما الحالة رقم 2 إذا كان التكرار غير مسموح، أي لا يجوز
تكرار الرقم أو المرتبة ثانية. أيضا نبتدئ في عدد اختيار رقم المئات، راح يكون عندي 4، أيضا راح تكون عندي 4، شوف مشابهة إلى الحالة الأولى، فراح هذه دائما تكون تشابهية في حالة الاختيار. أبغى نجي إلى عدد اختيار رقم العشرات، فراح يقل مرتبة قلنا لأنه غير مسموح به، فراح يكون عندي الرقم 6 لأنه يقل واحد من عدد الأرقام الموجودة فوق. هنا أيضا ننوه إلى حالة من نجي نختار الآحاد، أيضا راح تقل مرتبة، أي راح يقل واحد من ذول الأعداد، فراح تكون عندي 5 لأنه قلنا 3 اختيارات. فهنا راح يكون عندي حاصل الضرب. أخواني أعزائي الطلبة، أرجو الانتباه إلى هاي الحالة، الطالب يفترض به أن يعرف صيغة حالة الضرب أو جدول الضرب. فإذا كان تصعب عليه ممكن يجزئ كل رقمين على حدة ويطلع النواتج يضربها بالرقم الثالث. فهنا عندنا احنا نقدر نقول 4 × 6 × 5 جت من حاصل ضرب ذول الاختيارات اللي اخذناهم اللي هو 4 × 6 × 5. من نرجع الى صيغة ضربهن اخواني 4 × 6 × 5 لانه هذه بالوزارة تتوزع عليها الدرجة، كل شيء تكتبه تتوزع عليه درجة معينة، لأنه السؤال يجي كل فرع يجي عليه 10 درجات إخواني. فهنا راح تكون عليها قد يكون تكون عليها درجتين أو 4 درجات. راح يكون عندي هسه حاصل ضرب 4 × 6 × 5 راح يكون 120. وقلنا نوهنا أيضا للطلبة اللي لا يستطيع أن يعرف جدول الضرب مباشرة، ممكن يأخذ كل رقمين على حدة بالمسودة إخواني يطبقها هنا، يطلع النواتج وبعدين يعيد الرقم إلى صيغته الحقيقية. فهنا راح يكون عندي